يا صباح الخير، يا صباح التفاؤل. النهاردة معانا موضوع كل الناس بتعاني منه، موضوع الحسد. النهاردة الناس كتير مننا بتؤمن بمقولة داري على شمعتك تقيد. المثل دوت المفروض بنتخيل منه ان احنا ماشيين في طريق مو معانا شمعة مشتعلة وخايفين عليها من الناس اللي حوالينا كلنا ومن أنفسنا ومن هواء الطريق، فالمفروض نعمل حاجات علشان نمشي عليها علشان الحسد وعلشان العين. والنهاردة معانا زميلاتي هيوفقوا معايا وهيتكلموا معايا على موضوع الحسد. أحب أرحب بيهم في الأول. مديحة وهند، ازيك يا رحمة؟ ايه من وجهة نظركم ايه الحسد؟ الحسد هو ان انت تتمني زوال النعمة عن اللي قدامك، يعني تمني الحاسد ان هو يعني لو عندك عربية مثلا، عندك شقة، يقول يبص لها كده يقول الله يا سلام، ليه الشقة دي مش بتاعتي؟ ليه العربية دي مش بتاعتي؟ عندك حق، فعلا موضوع الحسد منتشر جدا في حياتنا الفتره دي. عشان كده احنا دايما لما بنشتري اي حاجه جديده، دايما السوشيال ميديا احنا بنقعد ننزل مثلا صور، نتصور صور جديده، نتصور مثلا على عربيات، عشان دايما كده احنا بنخاف. بس عندك حق، فلازم بس احنا لازم نداري عن الموضوع شويه، ان احنا حياتنا بقت منطلقه قوي في الموضوع. هو فعلا وفي ناس كتير بتلاقيهم مش مأمنين بموضوع الحسد. معنى الحسد اصلا مذكور في القرآن الكريم، يعني ربنا قال ومن شر حاسد اذا حسد، فالمفروض نآمن بيه وما نستهترش. في ناس يقولوا سيبيها على الله وكل حاجة، فعلا نسيبها على الله وكل حاجة، بس المفروض ناخد حذرنا منها. فعلا يا رحمة، لان مش كل الناس نيتها صافية لينا. يعني بنشوف في ترند بقى داري على شمعتك تقيد، بقى دلوقتي على السوشيال ميديا ظاهرة غريبة، ان في بنات كتير بتتخطب او بتتجوز وبتلاقيها ما اعلنتش عن ان هي اتخطبت قبل الخطوبة بحاجات بسيطة. هل ده من وجهة نظرك يا رحمة يعني تصرف سليم منهم، وان هم فعلا لازم يخافوا من الحسد ولازم يعملوا كده، ولا انت هو ده حقيقي إيه؟ لازم يخافوا فعلا من الحسد، لان في برضو على فكرة ناس، لو انت بتاخدي بالك او متابعة اكتر السوشيال ميديا، في ناس لما تلاقيهم يتخطبوا او مثلا خاطب واحدة يجيب لها هدية او اي حاجة، تلاقيه جاي تليفون على طول صورة تنزيل على الواتساب او فيسبوك، بصي يا بنات خطيبي جاي لي ايه، جايب لي ايه، او جوزي جايب لي ايه، او انا جبت ايه النهارده. ما هو طبيعي ان انت هيجي لك العين والحسد من غير اي حاجه، وفي الاخر هتقولي انتوا بتحطوا عينيكم في حياتي ليه؟ شيلوا عينيكم من حياتي. طب ما انت اللي بتدخليهم في حياتك اصلا، مش هم اللي داخلين، انت اللي بتعرفيهم الا في حياتك عشان يدخلوا. على سيره العين بقى يا رحمه، احنا في فرق بين العين والحسد. زي ان العين هي زي ما تقولي ان احنا مثلا حد بيبص لنا مثلا بطريقه معينه، فممكن ما يكونش هو حتى واخد باله ان هو ممكن يكون بيدينا طاقه سلبيه مش بيدينا طاقه ايجابيه. احنا طاقات، يعني احنا بندي للبني ادمين طاقات. انا وانت قاعدين مع بعض احنا بندي لبعض طاقات، انت بتستمد منك طاقه ايجابيه وانت بتديني طاقه ايجابيه. هل لو انت جواكي سواد من جواكي مثلا، او انت شخص مش كويس، انت بتبعتي لي الطاقه السلبيه اللي جواكي ليا. على سيره العين، هي شعور من جوانا وهي نظرات بتنطلق، يعني زي اسهم كده الناريه ان بتنطلق، يعني بتخترق البني ادم. وهي كمان الفرق عن الحسد، ان الحسد هو شعور عاطفي بان احنا عايزين كل حاجه اللي عند الغير، يعني مثلا مال، فلوس، عربيات، رزق، اولاد. في ناس كتير بتنزل صور اولادها على الفيسبوك والواتساب والانستجرام، وبعدها بيقول لها اولادهم مرضى، لا اولادهم تعبانين جدا، بسبب ان الناس عينيها وحشه. مش كل حاجه ينفع ننزلها، مش كل حاجه في حياتنا ينفع نوريها للناس، مش كل ما يكون شكلنا جميل لازم نتصور صوره جميله جدا وننزلها عشان حد ياخد باله ان احنا موجودين. بمناسبه الطاقه يا مديحه، فعلا في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، فيه هو اساس الحديث ده اساسه مثل، يعني طلع عليه مثل اللي هو العين فلقت الحجر. فعلا دي قصه حقيقيه، ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان في ست معروفه مشهوره ان عينها وحشه، فالست دي زارت الرسول، فالرسول عرف انها جايه، فكان خايف على الحسن والحسين، فجاب غطاء وحط تحت الغطاء حجر.
بعد ما الست دي مشيت الرسول عليه الصلاه والسلام رفع الحجر، لقي الحجر مقسوم نصين. ففعلا العين بتبقى طاقه، وفعلا العين حق، ودي يعني مش بس امثال ان احنا بنتداولها، لا فعلا دي مذكوره في القران بكذا ايه وباكتر من طريقه ان العين حق. فعلا في حديث كمان بيقول لك لا تباغضوا ولا تحاسدوا، دوت فعلا حقيقي. انت بتبص الحاجة في ايد اللي قدامك وبتحسدها، طب ليه ما يبقاش نيتنا صافية؟ ليه ما نبصش للحاجة ديت ان احنا يبقى عندنا الحاجة ديت بس نجتهد فيها، مش اللي هو ايه الله انا لازم اعمل الحكاية ديت، وببص يعني ابص للحاجة على انها حسد. وبعدين في حسد، في ناس يقول لك في حسد في الموضوع، ممكن يكون المشاكل اللي عندهم دي مش حسد. فاهمة؟ عندك حق، الحسد مش سبب المشاكل بس، ممكن الحسد يوصل لتعاسة دايما. يعني في ناس ممكن تكون بتتحسد مرة واحدة وتلاقي حياتها متدمرة عاطفيا وشخصيا، يعني بتتدمر عامة، مش بس ان بيحصل مشكلة مع اي حد معين، لا. فهي الحسد والمشاكل ممكن يكون لهم علاقة بس مش علاقة تامة، احنا ممكن نكون احنا اللي بنخلق المشاكل دي، احنا بتصرفاتنا واحنا بطريقتنا احنا ممكن نكون بنخلق المشاكل دي، فملهاش علاقة بالحسد. شوية ان احنا ممكن يكون بسبب عين معينة احنا اتحسدنا او احنا حصل لنا عين من الموضوع ده. فعلا يا رحمة، فعلا يا مديحة، عشان لو كده لو كان في هدف او حاجة بنخطط لها مش لازم نحكي عليها. أيوة، الا لما ناخد فيها يعني خطوة شوط كبير او خطوة ونحقق حاجة حقيقية فيها قبل ما نقول، حتى لو ما حصلتش عشان ما حدش يشمت فينا، يعني عشان ما يقول يعني لو الحاجة ما كملتش معانا، يعني يقول اتكلم عليها وعمله في الاخر ما كملتش معانا. الرسول عليه الصلاة والسلام كمان قال العين حق، ولو كان شيئا سابق القدر سبقته العين. لازم ناخد طبعا يعني ناخد بالاسباب، لازم طول ما احنا بعيد عن ربنا ومش عارفين ازاي نقي نفسنا من الحسد، لازم في ايات قران كثيره، يعني زي قل اعوذ برب الناس، ربنا جمع في الايه دي كل يعني كل الشر بتاع الشرور بتاع العالم، وقال ومن شر يعني في اختص الحسد فيها في الايه القرانيه دي. عندك حق، زي كمان ان في خرافات كتير جدا موجوده، زي ان احنا مثلا لو لبسنا لون ازرق فاحنا كده هنقي من الحسد، وان مثلا لو لبسنا عين زرقاء فمعنى كده ان احنا هنكون مثلا تقينا من الحسد بالعين او اللون معين. وبكده نكون خلاص خلصنا حلقتنا، خلصنا فقرتنا النهاردة، بس حلقتنا لسه شغالة مع حضراتكم، ما تروحوش يمين ولا شمال، معانا فقرة جديدة بعد الفقرة ديت على طول. شكرا.